ينتصف دورينا في هذا الموسم. هذه كرة، يا سلام، خطيرة، الله، هذا لا يحدث كثيرا يا ملك، لا يتكرر كثيرا يا ملك. يا لها من ثواني أولى، أسرع أهداف البطولة في هذه اللحظات يأتي عن طريق الملك وعن طريق لوان بيريرا بتسديدة رائعة جدا. الملك يريد أن يمتلك مبكرا، يمتلك، نعم، زمام الأمور بتسديدة حلوة جميلة. ارجع للقطة وعيدها من أول يا مخرج، يا لها من تسديدة. شوف اللقطة كيف بدأت وكيف استمرت، وصلت بهذه الطريقة، بدأت بعثمان كمارة وهو كان صاحب الأسيست الرائع في اللقطة الماضية. شوف العرضية من بيانيت، شوف الكعب الجميل، أوهو هو. الله يا ملك، والله على تسديدة جميلة يا لوان بيريرا، يضع يعني أن يرى من الملك ومن لاعبي الملك. هذه كورة، الله، ماريجا يضع الكرة للمرة الثانية في المرمى، في مرمى خورفكان. انهيار مبكر لمصلعة النسور في مباراة الليلة أمام القوة الضاربة للسيد كوزمن. ماريجا يضع الكرة في المرمى محرزاً ثالث أهدافه في هذه البطولة، ثالث أهدافه في الدوري بعد ما وصلت له الكرة بشكل جميل، لا وجود أعتقد للتسلل. هكذا مرت وصلت وسجل الملك وبدأ يمتلك زمام الأمور في مباراة الليلة. أوهوهو. كما كان في الموسم الماضي. هذه كرة ملعوبة خطيرة بالرأس، 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 يسجل ريفائيل أنطونيو، ريفائيل أنطونيو يسجل لفريق نادي خورفكان ويعيد بعض الأمل للفريق في هذه المباراة برأسية سليمة جميلة كانت في اللقطة الماضية. شوف التقدم، هذه صعبة، صعبة، صعبة أن تحكم عليها إذا ما كان هناك تسلل أم من عدم، لكن يسجل فريق نادي خورفكان رأسية حلوة جميلة يعيد فيها فريق نادي خورفكان للمباراة وتقليص الفارق في اللقطة الماضية. خورفكان اللي لم يسبق أن نجح بهذه شباك الشارقة، الشارقة طبعا بأكثر من هدف في المباراة، يعني خلال سبعة مواجهات سابقة ما بين الفريقين، إلا أن استطاع طبعا في عثمان كمارة لفراس بالعربي، الله، الله يا فراس، الله على كرة جميلة يضعها فراس في المرمى، هدف ولا أروع، هدف ولا أجمل. وما أكثرها الأهداف الجميلة في هذه المباراة، ما أجملها الأهداف الجميلة في هذه المباراة. فراس بهدف جميل جدا يرفع الرأس ويتقدم بالتأكيد بفريق نادي الشارقة في هذه المواجهة وفي هذه المباراة، يوسعون الفارق من جديد. شوف اللمسة وصلت لعثمان كمارة، هي نظرة فقط تكفي، نظرة تكفي لصناعة حب جديد مع الشباك يا عثمان كمارة. شوف النظرة، شوف سرعة النظرة، شوف، شوف المسح الكربوني اللي كان في اللقطة الماضية، يا الله على الإسكان، سكنها بالتأكيد في الزاوية البعيدة، في الزاوية 90. فراس بالعربي يضع الكرة في المرمى ويلتجئ بالتأكيد لحظن كبير وهو حظن السيد كوزمن في هذه المباراة. إذن يتقدم الشارقة بالهدف الثالث في هذه المواجهة عن طريق التونسي بالعربي لخالد الضنحاني، يرسل كرة لموسى، موسى، ماريجا، أوهو، يا الله، الرابعة، الرابعة في هذه اللحظات تأتي عن طريق ماريجا. عادت رباعيات الملك، عادت مرة أخرى رباعيات الملك، يسجل الهدف الرابع في هذه اللحظات ماريجا، يسجل الهدف الرابع ماريجا في هذه المباراة، وبالتالي يتقدم الملك الشرجاوي بأربعة أهداف مقابل هدف، أربعة أهداف مقابل هدف. شوف من اللمسة الأولى خالد الضنحاني، من اللمسة الأولى قلت لك كان ميلوني مش قايم بشغله في هذه المباراة، نزل الضنحاني وأرسل الكرة لموسى ماريجا، موسى يسجل الهدف في اللقطة الماضية محرزا الهدف الرابع لفريق نادي الشارقة ومعلنا عن عودة رباعيات الملك مرة أخرى. إذا الرباعية للملك الشرجاوي،
أربعة أهداف مقابل هدف، نتيجة أصبحت ثقيلة على فريق نادي خرفكان، لكن